وزير، أحد المشاكل الأساسية التي ابتلينا بها في هذه اللحظة الأخيرة هو هذا التعرض بالحرمات وبالأمور الشخصية الخاصة بالمواطنين، لا سيما التعرض بالأعراض ديال النساء عبر الوسائط الإعلامية بشكل 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 مهين وبشكل تضرب المستقبل ديالهم، وتعرض آخر ممنهج تتعرضوا ليه المناضلين وتتعرضوا ليه السياسيين والشخصيات العمومية، وما يمكن ليناش نبقاو واقفين عند المعالجة القانونية. راه كاين إشكال في تحريك المسطرة القضائية، وكاين إشكال في تمكين لهاد المواطنين من 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 إزالة هاد المظلمة هادي عليهم. تنطالبكم السيد الوزير في هاد اللحظة هادي من غير التفعيل فقط ديال المجلس الوطني للصحافة ولا التفعيل ديال مقتضيات القانون، تنطالبكم بالتفعيل ديال مقتضيات اللجنة الوطنية لمراقبة الأمور الخاصة التابعة للوزير رئيس الحكومة، وتفعيل المرسوم وتمكينها من كل الإمكانيات من أجل رفع هذه المظلمة على عموم المواطنين اللي تتعرضوا مثل هذه المظالم. راه الكرامة ديال المواطن هو أساس التعاقد في البلاد، راه هو أساس التعاقد الدستوري. إذا أهينت كرامة المواطن شكرا.